حياكم الله أعزائي المشاهدين من نادي الصيد والفروسية في الاجتماع 11 لهذه اليوم وبمشاركة 8 أشواط. نتمنى التوفيق لجميع أخواننا المشاركين. مشاهد عديدة حفل بها سباق الاجتماع العاشر لنادي الصيد والفروسية لموسم 2020-2021، حيث فاز بالشوط الأول لجياد الدرجة الثانية لمسافة 1600 متر الجواد ريجنت بالمركز الأول في الدقيقة و42 ثانية التابع لاسطبل السرور وللجوكر أفتة. وجاء في نتيجة الشوط الثاني كأس مركز الجواد العربي بيت العرب للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلية دماء المفتوحة لمسافة 1400 متر بالمركز الأول الجواد شقران العصفور للمالك محمد فهد المطيري والجوكي عبد الله الرزحان، حيث قطع الجواد شقران العصفور خط النهاية في دقيقة و45 ثانية وفاز بالمركز الأول للشوط الثالث كأس مركز الجواد العربي بيت العرب للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلية دماء المفتوحة الفرس جليلة العميدة في دقيقة و40 ثانية التابع للمالك حمود سالم العميرة والجوكي حسين. إضافة للاجتماع العاشر تم ترحيل سباقي المختلطة 1200 متر و2400 متر المخصص لنادي فرسان جليب الشيوخ إلى الاجتماع 11 على إبقاء نفس أسماء الجياد المسجلة. وفي الاجتماع 11 تم إلغاء سباق المختلط 1800 متر وترحيل سباق الثنايا 1200 متر إلى الاجتماع 12. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، لينطلق شوطنا الثاني الآن في هذا السباق بمشاركة من هلا شم شقرة باسم الرواعب منيفة وغمازة صفوان راية النصر. هذه الجهات طبعا التي نتابع، إذا كان هناك انسحاب بالفعل نتمنى لهم حظ أوفر، لكن متابعة راية النصر شقرة باسم الرواعب وغمازة في هذا الشوط ما بين هذه الخيول على شوط الانتاج المحلي، وكذلك أيضا منافسة نتابعها بمسافة 1400 متر مسافة 7-8 ما بين غمازة ورواعب على شقرة دسمان وراية النصر، ولكن نتابع هذه المنافسة القوية للمنعطف الأخير والدخول الخط المستقيم الآن في هذا السباق. ومشاركة هناك أيضا من غمازة من الخارج من رواعب أيضا تحاول على صدارة السباق لهذا الشوط الذي يجمعها الآن في هذا السباق ما بين رواعب وغمازة شقرة دسمان ومنيفة وراية النصر. لكن نعم رواعب لاسطبل دسمان بالخيال علي عياد الفرماوي، غمازة حتى الآن في المركز الثاني بنصف طول عن صدارة السباق، لكن هناك أيضا غمازة على المركز الثاني، شقرة دسمان المركز الثالث ومنيفة لدسمان رابعا في هذا السباق من رواعب. رواعب رواعب نعم الخيال علي عياد الفرماوي لينتصر في هذا السباق بالفعل بفارق بعيد جدا بعشرة أطوال تقريبا عن المركز الثاني غمازة وشقرة دسمان والنيفة وراية النصر. والوقت مسجل دقيقة 30 ثانية وستة جزء من الجزء الثاني بمسافة 1400 متر مسافة 7-8. هذه رواعب، رواعب تكسب المركز الأول، وحصول اسطبل دسمان دائما مسيطر على أشواط الإنتاج المحلي منذ البدء. حياكم الله أعزائي المشاهدين ونبارك لأخونا أبو عبد الله، ما شاء الله تكلمنا عن تجهيزاتكم لهذا الشوط والكاس اللي كنتوا تجهزون خلال الأيام الماضية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على حضوركم ودعمكم لسباقات مضمار نادي الصيد والفروسية. الله يبارك فيك. بالنسبة لشوط النتاج المحلي، مثل ما تعود اسطبل دسمان تجهيز جيادة لشوط المختلط، ودائما يكون مكتسح السباقات ولله الحمد، هذا بفضل مدرب حمد كندري والوكيل مفوض اسطبل دسمان يوسف كندري وأصحاب السعادة الشيوخ سعادة الشيخ حمد صباح الأحمد والمرحوم سعادة الشيخ ناصر صباح الأحمد. اليوم الشوط كان أخف من كل مرة بانسحاب منافس جواد صفوان، فتم انسحاب أيضا الجواد هلشم المرشح الأول في هذا السباق. أصبح الشوط خفيف على الفرس رواعب ولله الحمد، يعني شفناها احنا في النتيجة غالبة في بعيد نتيجة قوة الفرس عن باقي الجياد، وطبعا الجياد المتأخرة ما هي قصور فيها، لكن تجهيزها يحتاج وقت طويل إن شاء الله، وهي خيل تعتبر جديدة اللي خلف الفرس رواعب، والحمد لله الله وفق اسطبل دسمان في هذا الانتصار. عبد الله، سؤالنا الأخير، من يحدد مشاركة أي جواد قبل السباق بأيام؟ من يحدد، المدرب أو المالك؟ طبعا التجهيز والتحضير وتسجيل الجياد كلها عند المدرب، المالك ما يتدخل في الأمور لأن المدرب هو اللي يكون أعلم في جيادة أثناء التدريب. بالأخير هو المدرب ومشورة المالك في النهاية، لكن المدرب هو الخطوة الأولى والأخيرة عنده. الله يعطيك العافية أبو عبد الله وموفق إن شاء الله. أجمعين، مشكورين، تسلمون. يا هلا، تسلمون. الخطة هي كلمة مستحدثة بين وساط مربي الخيل العربية، وترمز للدولة التي جلبت الخيل العربية إلى أراضيها ومن ثم إنتاج هذه السلالة. بسم الله وعلى بركة الله، مشاهدينا الكرام، لينطلق الآن شوطنا الثالث في هذا السباق بمسافة 1800 متر، مسافة 9 أثمان، شديد دوجيكيت، أيضا ديجيبل، زواني ستار، خالد جي اي كون، قادر دي كارير، قيثون، أيضا دي كارير الكبير، أمير دي كارير، وهناك الهنوف، أودال، شجان، وزاهين، هي كان دي كارير أيضا في هذه المتابعة لجياد اسطبل الأبرق في مشاركتها في هذا السباق، من دوجيكيت أيضا أشجان وشديد وقاردن أيضا في هذا السباق، هي كان أيضا كارير في هذا الشوط. على هذا التحدي الذي نتابعه من الخيول العربية الأصيلة في هذا السباق ومشاركتها أيضا لهذا الشوط، بالفعل على تنافسهم أيضا الأخوي ما بين المدربين والخيالة، وكذلك أيضا منافستهم على هذه الأشواط من الخيول بكثرتها في أونة الأخيرة نشاهدها في نادي الصيد والفروسية. لكن كما نتابع أيضا هناك شديد دوجيكيت أيضا بهذه المشاركة، من أشجان وشديد وقاردن أيضا، هي كان كارير أيضا بهذا السباق، لكن متابعة بالفعل ما بين هذه الأشواط التي نشاهدها في هذا السباق على تحديها لهذا الشوط. سباق ممتع منذ بداية المشوار، الآن نتابعه في هذا السباق، وكذلك أيضا مشاركتها للخيول العربية الأصيلة، هي كان وقادر أيضا في هذا السباق، أمير دي كارير، دي جبل في هذا الشوط، زاهين في هذه المشاركة، هناك أيضا الخيال مجب في هذه المشاركة، نعم هي كان دي كارير لاسطبل الأبرق المركز الأول والثاني حتى الآن في هذا التنافس، هي كان وقادر، هي كان وقادر، أمير دي كارير أيضا، دي جبل في هذا السباق، وزاهين خامسا، بالفعل هي كان دي كارير أيضا قادم بقوة مع قادر دي كارير في هذا الشوط، هي كان وقادر، هي كان وقادر أيضا، بالفعل هي كان يكسب المركز الأول في هذا السباق بالخيال معجب، وهناك الخيال عبد الله الرزحان يأتي في المركز الثاني على الجواد
جادر دي كارير في هذا الشوط، وألف مبروك على هذا الإنجاز والإبداع بهذه المشاركة لإسطبل الأبرق. دقيقتين 5 جزء من الأجزاء الثانية بهذه المشاركة، وألف مبروك على هذا السباق. سعد الشيخ صباح فهد صباح ناصر صباح سعيد جدا في هذا الانتصار، ونهنى أيضا عمدة إسطبل الأبرق والمدرب سعود الزمنان أيضا بانتصاره في هذا السباق. ألف مبروك. حياكم الله أعزائي المشاهدين، نبارك للمدرب المميز سعود الزمنان وإسطبل الأبرق. ألف مبروك يا سعود، ما شاء الله شفنا دخول قوي للحصان، ويعتبر التجهيزات كانت جميلة صراحة. اي نعم، طال عمرك الحصان الله يطول عمرك، الله يبارك فيك أول شيء، وهدي الفوز هذا سعد الشيخ الصباح فهد ناصر الصباح وإسطبل الأبرق والمحبين والمشجعين. هذا الحصان طال عمرك ثني، وجبناه من فرنسا واستوردناه وعسفناه، والحمد لله أول مركز له كان المركز الخامس في الجروب، والسباق المبطل حل في المركز الثاني. جمعنا الحصان خلال 4 أيام، والحصان في التدريب كأنه يقول ودوني السباق وإن شاء الله راح تشوفون أحسن. فالحمد لله أدى اللي عليه، والخيال عبد الله الدرعان ما قصر، مش على هذا المطلوب. وكذلك غادر الكارير جاء في المركز الثاني، هو كان غالبه الاسبوع اللي طاف، لكن اسبوع حاله تغير الكلام. نعم سعود، ودنا نتكلم عن توصياتك للجوكي، كيف كانت وخاصه اخر الامتار 300 متر، كيف كانت التوجيهات، وهل كنت تحرص على الجياده الاخرى؟ اي نعم، وصيت على الخيل المرشحه، ونقول هارد لك اخواننا اللي ما حالفهم حظ اليوم، وصيت على الخيل المرشحه، وفي كذا حصان نبهته منهم، لكن قلت له من الخمسه فورلينج اشلع الشوط من عندك وسوي سباق بالسيدة، وبإذن الله أن الحصان ما راح يوقف معك. هو كان خايف أن الحصان تو فورلينج فينيش اللي 400 متر أنه يوقف ما يؤدي، لكن الحمد لله الحصان أثبت أنه حصان من الدرجة الأولى، حصان جروب، والحمد لله على كل حال. وكذلك زميله في الإسطبل غادر، حنا كنا نقول أن غادر بغلبه، وكان الشيخ صباح يقول لا، المهر اللي راح يغلب، وكان له نظرة ثاقبة في هذا الأمر، والحمد لله. الحمد لله. سعود، دائما نشوف أن الجوكية بصراحة جوكيتنا أهل الكويت يسمعون توجيهات المدرب، احيانا يكون الجوكي شارد في السباق. الجوكي الشباب الكويتيين يعني ما شاء الله كلهم، سواء الفروانيه او الاحمديه او الجهره او المسيله، كلهم اثبتوا انهم جوكيه من الطراز الاول، وجوكيه يفهمون، وجوكيه يطبقون الادر، واذا شاف الادر لازم يتغير في السباق يغيره لك، ويغيره لك انت تفرح انه غيره، كانه يقرا افكارك، تقول مثلا لو انه ماشي شوي قدام فعلا تلقى شوي، ولا هو ماشي شوي قدام. فالشباب ما قصروا، عبد الله الرسحان وعبد الله الدرعان والشباب عيال الفرماوي اللي ركبوا الخيل المرشحه ما قصروا، لكن وكل الجوكيه والله ما قصروا، لكن سبحان الله اليوم احنا حالفنا الحظ الحمد لله. الله يعطيك العافيه والف مبروك، وان شاء الله نشوفك في سباقات اخرى باذن الله. الله يبارك فيك ويجزاك خير، وهدي لكم هذا الفوز طال عمرك. شكرا. الله يحفظك. تضمير الخيلة، أي ترويضها وتطبيعها بالطباعة الحسنة، وتعويدها الألفة والنظام، وتقوية عضلاتها وإذابة شحمها وتوسيع رئتيها بالرياضة. بسم الله وعلى بركة الله، مشاهدينا الكرام، لتنطلق هذه الخيول المشاركة الآن في شوطنا الرابع في مسافة 1600 متر، مسافة الميل، كما نتابع الآن مدينة المرسالة، كافة المرسالة، حياة الفضلي وشمس الرجيبة، ريم عربنا في هذه المشاركة الآن، وكذلك أيضا متابعتها في شوط الأفراس بمسافة 1600 متر، مدينة المرسالة، شمس الرجيبة، ريم عربنا على هذه المشاركة ما بين هذه الخيول على التحدي، والمشاركة القوية من مدينة المرسالة، وكذلك أيضا ريم عربنا وشمس الرجيبة وكافة المرسالة في هذا التحدي. بالفعل سباق ممتع لشوط الأفراس، الخيول العربية الأصيلة التي جاء دورها الآن وحقها في هذا الموسم أن تشارك في شوط الأفراس
في هذا التحدي. بالفعل سباق ممتع نتابع الآن مشاهدينا الكرام. بالفعل الجواء أو الفرس مدينة المرسالة هناك لصالح جابر العجمي، وكذلك أيضا ريم عربنا وشمس الرجيبة في هذا السباق. ثالثا كاف المرسالة، أيضا رابعا في هذا الشوط نعم مدينة المرسالة، هناك أيضا ريم، وما بين هذه الخيول المشاركة على تنافسها في هذا السباق. بالفعل المنعطف الأخير والدخول الخط المستقيم الآن في هذا السباق نعم نعم مدينة المرسالة، ريم عربنا، شمس الرجيبة، لهذه الخيول العربية الأصيلة في هذا السباق، لصالح جابر العجمي والخيال علي الفرماوي في هذا السباق. نتابع الآن في شوط الميل شوط الأفراس مدينة المرسالة، لا زالت مسيطرة في أمتارها الأخيرة ريم عربنا، شمس الرجيبة، كفى أيضا المرسالة في هذا السباق، ولكن نعم تحديها في هذه المشاركة الآن لمدينة المرسالة نعم تحقق هذا الإنجاز والإبداع في هذا السباق بانتصارها بفارق بعيد جدا أيضا عن هذا الفارق. ولكن نشاهد أيضا هنا كريم عرب من المركز الثاني لفهد برجس العيد، وهناك شمس الرجيبة لعبد الله سالم العزي ثالثا مبروك، والخيال علي عياد الفرماوي دقيقتين وخمسة جمجة الثانية بانتصار مدينة المرسالة. هذا الانتصار مبروك. الجوكي المميز علي الفرماوي، أو عفوا الملكي علي الفرماوي، ألف مبروك يا علي. ودنا دائما نسأل هل في اختلاف كثير بين الخيل العربية؟ نشوف السرعة تختلف، احنا نبي نشوف اللي قائد هذه الفرس، كيف الاختلاف وانت راكبها؟ أول شيء الله يبارك فيكم يا أبو صقر ويعطيكم العافية هالتغطية الطيبة، والحمد لله انتصر هذا مغريب فضل الله، وكذلك هذا نشاط أخذ اليوم. وعلى مستوى السرعة الخيل أبو صقر كل حصان له مستوى، هذا خيل مصرية محددة الدماء مصرية بس هي بيور، هذه خيل إنتاج الكويت، خيل مصريات هي خيل إنتاج الكويت هي، فنسبة السرعة فهي أردى خيل بالسرعة. وراها خيل العربية الفرنسية اللي ثاني الشوط، هذه سلالة الدم أقوى فسرعة الدم أقوى، فعقبها ننتقل إنتاج الكويت، فعقب إنتاج الكويت فهي خيل مستوردة تجي من برا الإنجليزيات، فسرعات أبو صقر كل شوط له شوط معين. اليوم الفرس هذه أول بادرة طيبة يحطوها النادي لشوط الأفراس هي المصرية، فالحمد لله يعني الفرس هذه ما سوت مستوى طيب، فهذا دعم يعني اليوم الشوط في ست رؤوس بعروس. إن شاء الله الشوط الثاني راح يزيدون العام، راح تشتي توجه الخيل الأفراس، لأن هذه الأفراس هي أمهات المستقبل، الإنتاج هي أساس المنتاج أبو صقر، فأنا أشكر النادي على الشوط المخصص على شوط الأفراس. علي نبي نتكلم عن كيف تقيم أو تشوف تحس شوط إنجليزي شوط عربي شوط خيول مصرية، أنت كجوكي كيف ترتب نفسك خاصة في توجيهات المدرب؟ والله يا أبو صقر هذا من فضل الله، مع مراسلنا السباقات نعرف نحدد كل حصان كل درجة لها ركوب معين. نعم. فالإنجليزيات تخصص بالسرعة، فهي خيل الإنجليزيات تعطيك قوتها كلها، فأنت الخيال تحافظ قوتها تقاومها للفنش. فهي الإنجليزيات تعطيك المستوى تعطيك البطنة كل أبوها، فأنت نعم. خيال لا تعطيها إذا هي إيجابيات فأنت خليك معها السلبي، لا تصير معها إيجابي، تصير معها إيجابي فتفضل قوتها من فوق. فالعربيات تختلف، العربيات تبي يساعدها فرس خيل عربية أكشنها واحد، أغلبية أكشنها واحد فبيسن واحد ما يتعبني. فلازم انت من فوق تصير معاها ايجابي تساعدها عشان توسع لها، لان عند الفينيش راح تبدا عسلتها صعبه تنزل. عكس الانجليزيات، الانجليزيات هي تعطيك البطن كل بوها سواء 1000 متر 2000 هي تعطيك البطن كل بوها. فالخيال يختلف، كل حصان له ركوب معين، فكل جواد سواء عربي او انجليزي له ركوب معين، فنخصص عربيات انا اشوف تساعدها من فوق توسع لها افضل لك. الله يعطيك العافيه والف مبروك، ونتمنى لك التوفيق الدائم يا علي. الله يعطيك العافيه انت وكل من الربع يجمع اليوم على التغطية الطيبة وعلى الدعم الأساسي للسيارات اليوم الآخر شوطين، أخونا ماجد مساعد يعطيه العافية على الدعم الخيل الموجودة، فأعطيه ألف شكر العافية عليه. شكرا يا علي. الله يعافيك. شكرا حبيبي. العتيق من الخيل هو الخيل الذي يكون أبوه وأمه عربيين أصيلين لا تشوبهما شائبة في النسب.
على بركة الله مشاهدينا الكرام. الآن لينطلق شوطنا الخامس في هذا السباق، شوط أفراس من عفرة والجليلة والسلطانة وأنوار. في هذا السباق بالفعل نتابعها معا في هذا الشوط، هناك أيضا من عفرة وأنوار الغالية وكذلك ضبية بنت معريد، وهناك نور الديرة سنافي سلطانة جليلة العميد ديمة المزبان، وكذلك أيضا مشاركة من عفرة الآن والجليلة والسلطانة أيضا وأنوار. نعم قادمون بكل قوة على هذه المشاركة القوية التي نتابعها ما بين هذه الأفراس على التحدي بالفعل، جليلة العميد وديمة المزبان وعفرة، وكذلك أيضا مشاركتها في هذا السباق الذي يجمع شوط الأفراس للخيول العربية الأصيلة في هذا السباق. نعم تحدي الآن كما نتابع من أيضا السلطانة في هذا السباق، وكذلك أيضا هذه المشاركة لجميع الخيول. وعلى هذا التحدي في هذه المشاركة الآن سباقات ممتعة، ولا زلنا أيضا نتواصل معها في هذه المشاركة الآن، سباق قوي بالفعل لأيضا متابعتها. نعم نعم قادمون من السلطانة أيضا في هذه المشاركة القوية في الأمتار الأخيرة، جليلة العميد وديمة المزبان عفرة، وبالفعل جليلة لا زالت متقدمة في هذا السباق، وديمة المزبان في هذا الشوط. وهناك أيضا مشاركة عفرة على المركز الثالث، السنافي سلطانة على المركز الرابع، لكن نعم جليلة العميد محمود سالم العميرة لا زالت متقدمة في أمتارها الأخيرة، ديمة المزبان أيضا في هذا الشوط. نعم سباق ممتع في الأمتار الأخيرة في هذا السباق، جليلة العميد تكسب المركز الأول في هذا السباق، والوقت المسجل دقيقة 58 ثانية وأربعة جزء من الأجزاء الثانية لمحمود سالم العميرة، ديمة المزبان لعبد الله محمد العجمي، الخيال معجب المركز الثالث، عفرة المزبان لناصر مطلق أيضا طيب، والمبروك لحصول محمود سالم العميرة بالفرس جليلة العميد على هذا الانتصار وعلى هذا الإنجاز ما بين هذه الأفراس، وكذلك مشاركتها بتقديم الكأس الآن إلى عمداء الإسطبل، حصولهم على هذه المشاركة المبروك. الخارجية هو الخيل الذي ظهر في صفاته العتق وبانت عليه، لكن هناك شك في نسبه. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، هناك لاباس زملكاوي كنت زبيل أيضا عياش وحضوري أبو السلاطين الأبطح والعبدلي غلا عمر طحان غلا الحمد رهيب بلجيك، ومشاركة مميزة نتابعها لمسافة فرة الميدان من أمام المنصة الرئيسية في هذا الشوط من رهيب زملكاوي لاباس طحان غلا عمر لهذه الخيول التي نتابعها معا بهذه المشاركة لمسافة فرة الميدان، وهذه المسافات البعيدة لديها أيضا جياد مخصصة لها من يحبها وتعشقها، وكذلك أيضا متابعة مدربيها اليوم على هذه الأشواط، وهم هذه الأشواط التي نتابعها اليوم على هذه الكؤوس التي تقدم من قبل نادي الصيد والفروسية ومشاركتهم دائما في هذا التحدي. لكن لا بأس، وهناك أيضا مشاركة لا بأس رهيب زملكاوي طحان غلا عمر في هذا الشوط، أبو السلاطين والعبدلي وغلا عمر في الانتظار مع طحان، لكن نتابع من الصبر والتأني زملكاوي الاسطبل الدعية يحاول ليبدأ ظهوره الآن في هذا السباق، وكذلك أيضا لا بأس تو للنشامة أيضا في محاولاتهم. هناك طحان
أيضا ليبدأ ظهوره في هذا السباق، وكذلك أيضا مشاركة بقية هذه الخيول على التحدي بالفعل من غلا الحمد أيضا لأبناء الدبوس، وبانتظار أيضا بقية هذه الخيول لهذا الشوط. سباق قوي، قلا عمر بدأ يبدأ ظهوره الآن لإسطبل الإنصاري في هذا السباق، وكذلك أيضا مشاركة مميزة نتابعها من رهيب يحاول ليبدأ ظهوره أيضا في هذا الشوط، وكذلك أيضا رهيب مع أيضا مشاركة الجواد. رهيب لازال متقدم منذ بداية المشوار في هذا السباق. غلا عمر نعم يحاول التقدم لإسطبل الإنصاري نعم في هذا السباق، والمنعطف الأخير والدخول الخط المستقيم الآن في هذا السباق. غلا عمر رهيب حضوري البلجيك أيضا وعياش في هذا السباق. نعم غلا عمر لإسطبل الإنصاري بالخيال أبو عجوس محمد الفرماوي لازال متقدم هناك أيضا متابعة رهيب وحضوري والبلجيك وعياش. نعم سباق قوي الذي يدفعها الآن من مشاركة غلا عمر رهيب، منافسة ثنائية رمية برمية في هذا السباق. هناك حضوري على المركز الثالث لكن نتابع غلا عمر لإسطبل الإنصاري رهيب أيضا لأحمد عبد القادر القلاف. نعم منافسة صعبة وقوية في هذا السباق. غلا عمر يحسم المواجهة في هذا السباق، وكذلك أيضا لينتزع الصدارة منذ بداية المشوار إلى شق الأنفس على الأمتار الأخيرة لإسطبل الإنصاري. مبروك هذا الفوز غلا عمر، قطع المسافة 2:43.3 الثانية بالخيال محمد الفرماوي. شوف الخيال ما طلع عليها، استذبحون للأمانة في هذه الرميات الأخيرة من هذا الشوط. المبروك وسباق ممتع في بداية المشوار. الهجين هو الخيل الذي يكون أبوه عربياً أصيلاً وأمه غير عربية. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام الآن هذه الخيول المشاركة لمسافة فرة الميدان من أمام المنصة الرئيسية لشوطنا السابع جارنتي بخيت فلاش موماري المعرب مدباج سبعاوي منبع الطيب أمرك مطاع جاب الخير في هذا السباق لمسافة فرة الميدان. لعمنا في هذا التحدي الذي يجمعها الآن في هذه المشاركة القوية من الجواد فلاش موماري يقود هذه المجموعة والمشاركة، وهناك جارانتي لإسطبل السرور المركز الثاني، وكذلك أيضا متابعة الجواد المعرب وأيضا مشاركة بخيت. لكن لازلنا نتواصل مع الجواد فلاش موماري أيضا في هذا السباق، وكذلك أيضا متابعة الجواد المعرب أيضا لهذا الشوط الذي يجمع هذه الخيول ومتابعتها من الجواد جارانتي على ضمن هذه المنافسة القوية لهذا الشوط، وكذلك أيضا متابعة أيضا هناك الجواد في هذا السباق مدباج في هذا الشوط الذي ينتظر الكثير من الخيول المشاركة على تحديها في هذا السباق من جارانتي، وكذلك أيضا مشاركة أيضا فلاش موماري سبعاوي منبع الطيب أمرك مطاف على التحدي لهذه المشاركة. الآن جارانتي بدأ يقود هذه المجموعة الآن بدلا من الجواد فلاش موماري، لكن نتابع الآن في هذا الشوط. هناك أيضا المعرب بدأ من محاولاته في هذا السباق، وأمرك مطاع أيضا ما بين هذه الخيول، لكن التنافس بدأ الآن يشتد الآن في هذا التحدي الصعب والقوي في هذه الخيول المشاركة للجواد. الآن جارانتي لا زال متقدم، لكن ليبدأ ظهور الجواد الآن
بالفعل فلاش مومر يحاول معرب وبقية هذه الخيول المشاركة في هذا السباق على هذا التنافس الكبير. مدباج الآن والمعرب قادمون من بعد طيب وسبعاوي وقرنتي ينسحب من المنافسة في هذا السباق من سبعاوي أيضا، لكن مدباج المعرب من بعد طيب، نعم مدباج قادم في هذه المشاركة القوية، وكذلك أيضا المعرب على المركز الثاني، هناك من بعد طيب، ثالثا سبعاوي على المركز الرابع بخيت، خامسا في هذا السباق مدباج محمد عويد الحمدان. مبروك هذا الفوز والتتويج لحصوله على هذا الشوط والانتصار الكبير بفارق 5 أطوال تقريبا على المركز الثاني. مبروك هذا الفوز والتتويج والانتصار ما بين هذه الخيول ومشاركتها في هذا السباق. بالفعل سباق ممتع منذ البداية لدقيقتين 40 و3 جزء من الجزء الثانية. المركز الثاني المعرب، المركز الثالث من بعد طيب، المركز الرابع السبعاوي، خامسا بخيت مدباج محمد عويد الحمدان الديحاني حصوله على المركز الأول. حياكم الله أعزائي المشاهدين، نلتقي مع السيد ماجد مساعد انطيري والداعم لفروسية الكويت عموما وبالتحديد الشوطين الأخيرين من نادي جريب الشيوخ. مساك الله بخير أبو طلال. يا مرحبا أبو صقر، حياك الله، وشاركنا اليوم بدعم نادي فرسان جريب الشيوخ والشوط السابع والثامن، ونقولهم الله يوفقهم، وحنا داعمين للشباب دائما في جميع الأنشطة. الله يعطيك العافية، وإحنا سعداء في دعمك اليوم، ونتمنى أيضا أن تستمر هذا الدعم الدائم. نبي كلمة لإخواننا في نادي جريب الشيوخ. أول شيء أشكر القائمين على نادي فرسان جريب الشيوخ، وأشكر جميع العاملين أيضا في هذا النادي، وداعمين حنا لجميع الشباب وجميع الرياضة سواء في نادي فرسان جريب الشيوخ أو حتى بالأحمدي وجميع محافظات الكويت كلها. الله يعطيك العافية أبو طلال، ومرة أخرى إحنا سعداء في تواجدك اليوم، وبإذن الله نراك دائما إلى الأمام في دعمك لإخواننا وحبتنا في رياضة الفروسية الأباء والأجداد. يستاهلون عيالنا ويستاهلون شبابنا ويستاهلون حتى أعضاء النادي. شكرا لك. المقرف هو ما كانت أمه عربية أصيلة وأبوه غير عربية. بركة الله مشاهدينا الكرام، لتنطلق هذه الخيول المشاركة في هذا السباق الآن، ومشاركتها من عز الله الأشرس سيلف حيحيل عين العرب وفيصل مزراق طيب، وهناك زين فلاش توحيد عزيزي بدر الخير، وهناك أيضا تثقف مبروكي المحترف أيضا في هذا الشوط. لكن نتابع فيصل وبدر الخير. بدر الخير نعم يحاول التقدم بكل قوة في هذا السباق لإسطبل الخضر، وهناك أيضا الجواد عزيزي على المركز الثاني في هذا السباق لإسطبل الخضر، ومشاركة أيضا للجواد الأشرس في هذا السباق. لكن متابعة الجواد بدر الخير، نعم بدر الخير على جائزة السيارة في هذا السباق ليهزم هذا الشوط بمشاركة لهذا الهروب. نعم الجواد بدر الخير قادم بكل قوة في هذا التحدي، وهناك سيلف حيل بدأ ظهوره على المركز الثاني، فيصل العصيمي المركز الثالث، زين فلاش المركز الرابع، عزيزي خامسا، بدر الخير نعم ينتصر بجدارة بالخيال عبد الله الرزعان ليكسب دقيقة 12 و3 جزء من الجزء الثانية بانتصاره في هذه السيارة. مبروك هذا الفوز والتتويج لإسطبل الخضر لحصولهم على جائزة السيارة. بالفعل هذه الإعادة بالبطيء السلوموشن بانتصار سنايبر الخيال.
للقناص، نعم عبد الله الرزحان لينجز ويبدع ويقلع وينتصر بجدارة على الجواد بدر الخير، والخير بالفعل جاي بدربة في هذا السباق. ونقول مبروك على هذا الإنجاز وهذه الهدية التذكارية، ومبروك للجميع وللمعلق ثامر الخضر أيضا في هذا السباق. إلى هنا أعزائي المشاهدين انتهى سباقنا لهذا اليوم من نادي الصيد والفروسية في الاجتماع 11. تمنى التوفيق لجميع أخواننا المشاركين، وبإذن الله لنا لقاءات في الأسابيع القادمة. مع السلامة.